الحمد لله على سلامتكم يا عم، الحمد لله على سلامتكم. يلي كايف في العنوان ابو زكريا وابو زكريا هيوهان. هذه سيمفونيه ابو زكريا اللي في المهنه هذه ما يقارب 20 سنه تقريبا، وانا ببيع ترمس وفول نابت في على الكورنيش، كنا نبيع على الجامعات، كنا نبيع في شوارع قطاع غزه، كنا نبيع. ما فيش ترمس، ما فيش فول نابت، لكن جبنا من السوق فول حب زي هذا. من اول مسيرة ابيع ترمس فول يعني من 20 سنة تقريبا، وانا خلطت هي بغيرهاش. بشكل يا حبايب بشكل. قبل الحرب كان شوال الفول ب 100 شيكل، شوال الترمس ب 100 شيكل. اليوم بتعدى 600 شيكل اصلا كمان. يعني كيلو الاكياس عندك هذا اللي بنشتغل فيه كان الكيلو ب 8 شيكل وب 10 شيكل، اليوم الكيلو حقه 160 شيكل. عشان هيك صرنا ندور حتى اوراق الدفاتر تاعون المدارس تاعون الاولاد، بما انه خربوا العلم على الاولاد. يعني بدينا وعن النبي صلينا صلى الله عليه وسلم. جاهز.